الله وبركاته. مفيش صورة. يا مرحب بالشباب، يا مرحب بكل الأصدقاء اللي شرفونا النهاردة. الصورة عندكم عاملة يا شباب؟ طب الحمد لله، تمام. أنا بقالي أصلا نص ساعة عايز أدخل الغرفة مش عارف، والله بقالي نص ساعة عمال أحاول أدخل الغرفة مش عارف. الحمد لله يعني قدرنا. إيه بعد مفيش صورة؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟ طيب احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش صورة، مفيش صورة. طيب ما احنا لسه بنقول بسم الله يا هادي. الأول بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. فده متأخرة، رمضان كريم وإيه تاني؟ واحنا خلاص داخلين على عيد أول عشر الأواخر. كل سنة وأنتم طيبين. يا رب يعود علينا أيام أعوام مديدة و خير وصحة وسلامة إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نبدأ نتكلم عشان نضيع شوية، طبعا اتأخرنا شوية. أحبك الله يا عم شريف. عايزين نبدأ نتكلم في موضوع علم الأرقام أو سحر الأرقام، وازاي نقدر نطوع هذا العلم الذي ليس له اول من اخر، ملوش حصر، ازاي نقدر نطوعه في المجال بتاعنا. لسه ما فيش صوره. لسه هندردش مع بعض يا عم طارق، ازاي نقدر نطوع هذا العلم في المجال بتاع. طبعا العلم ده بيتعلق بحاجات كتير زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله، يتعلق بحاجات كتير في مراحل الحياه المختلفه، لكن احنا بنهمنا طبعا المجال بتاعنا ونشوف ازاي نقدر نتعامل معاه. زي ما انتم عارفين الطريقه بتاعتي اسمها طريقه المتجره السعريه الزمنيه. يعني ايه متجره سعريه زمنيه؟ انا المفروض اصلا اقول زمنيه سعريه، بمعنى ان الزمن عندي اهم من السعر. زمن اهم من السعر. بنلاحظ في اوقات كتير بنحدد زمن معين لموعد الانعكاس، ونبص نلاقي السعر ممكن يعكس علينا مسافة، يعكس علينا مجموعة من النقط، وبعد كده بفضل الله بيرجع لنا تاني وبياخد الاتجاه بتاعنا. طب الكلام ده، طب هو ممكن يكون صدفة مثلا؟ هنشوف الكلام ده يبقى صدفة ولا حقيقي. لما بدأت اشتغل بالطريقة ديت بحثت في حاجات كتير، لقيت ان ممكن حتى تلاقوا كمان القناة انا مسميها لا اله الا الله. كلمة أو جملة لا إله إلا الله دي هي سر الكون كله، هي سر الكون كله. لو قلت إن الطريقة مبنية على جملة لا إله إلا الله، هنعمل لك الصورة يا عم، هنعمل لك الصورة يا عم. حاضر يا عم أنيس، عايز صورة نجيب لك صورة يا عم، ولا تزعل ولا تزعل. صورة يا عم أهي، حلو كده؟ بنقول جملة لا إله إلا الله. ظهر عندكم الكتابة؟ ماشي تمام. سر الكون كله في جملة لا إله إلا الله. إزاي الكلام ده؟ لما جيت أبحث في هذه الجملة كناحية رقمية أو بحث رقمي فقط لا غير. طبعا اسرار فيها لا تعد ولا تحصى، يعني لو قعدنا نبحث فيها من هنا لمليون سنه مش هنقدر نحصر الاسرار اللي موجوده في جمله لا اله الا الله. سر الكون كله. الكلام معكوس؟ الصوت راح؟ في صوت عندكم يا شباب؟ طيب الصوت كويس الحمد لله، والكلام مظبوط والكتابه مظبوطه. ماشي؟ طيب ايه الاعجاز اللي في جمله لا اله الا الله؟ انا كنت شرحت الكلام ده زمان، فبرضو عشان نشوف الاساس بقى، الاساس العلمي للطريقه بتاعتنا مبني على ايه بالظبط، وبنختصر الطريقه او بنختصر الشرح الكتير والكلام الكتير اللي حتى لما موجود في الملخصات كمان كلام كتير جدا، فعايزين نلخص الموضوع في كلمه رد غطاء.
لو قلنا، لو جينا نبحث في الاعجاز الرقمي لجمله لا اله الا الله، تعالوا نشوف مع بعض كده، هنلاقي نعد الاول عدد حروف جمله لا اله الا الله كم حرف؟ لا حرفين، اله ثلاثه، اثنين زائد ثلاثه زائد الا ثلاثه زائد لفظ جلاله الله اربع حروف، يساوي كم رقم دول يا شباب؟ خمسة وثلاثة ثمانية وأربعة يساوي 12، يساوي 12، تمام؟ نحن عندنا بقى الأرقام، مفيش حاجة اسمها 10 11 16، مفيش الكلام ده خالص. الأرقام لازم تقول إلى رقمها الأولي. يعني إيه رقمها الأولي؟ رقمها الأولي إحنا بنجمع، لو جالنا رقم 12 نجمع 2 زائد 1 بيدينا رقم يساوي كام؟ الرقم الأولي يساوي كام؟ يساوي 3. عايزين الكلام كده ايه واضح، مفيش اي مشاكل. عدد حروف جمله لا اله الا الله بيساوي 12 حرف، 12 حرف لازم نرد الرقم 12 ده. الارقام عندنا من 1 لغايه 9، مفيش بعد التسعه دي خلاص ارقام. الارقام من 1 الى 9، جميع الارقام بعد الرقم 9 لها نفس خصائص رقمها الاولي. بمعنى لو قلنا ال 12 رقمها الاولي كام؟ 3. خصائص الرقم 12 هو نفس خصائص رقم 3. ماشي يا شباب؟ يبقى دي أول نقطة وصلنا لها، بنعلم عليها كده ونقول كده إيه؟ رقم واحد، إن جملة لا إله إلا الله عدد حروف هذه الجملة التي تحوي أسرار الكون كله رقمها الأولي بيساوي 3. حاضر، هقول لك الخصائص يعني إيه؟ هقول لك الخصائص يعني إيه؟ ماشي. طيب، دي أول حاجة عدد حروف جملة لا إله إلا الله. في حاجة تانية، في عندنا علم اسمه علم التراصف. بيقول أول حاجة عندنا عدد الحروف فقط، بيقول لنا إن رقم الأول لجملة لا إله إلا الله بيساوي 3. طيب في حاجة تانية عندنا قلت لكم اسمها إيه؟ علم التراصف، تمام كده، علم التراصف. بيقول إيه علم التراصف ده؟ إنه بيعمل لي بيبدأ يحط كل الجملة اللي قدامك دي، في جملة قدامك اهي صح؟ بيحط رقم كل كلمة، رقم كل كلمة، ويطلع لك رقم، وهذا الرقم له أسرار. هنشوف الكلام ده ايه عملي. لا إله إلا الله، بيجي عند كلمة لا يقول لك ايه الرقم هنا كام؟ 2، تمام؟ إله 3 إلا 3 الله 4 4. يبقى الرقم اللي عندك، الرقم اللي قدامك ده كام؟ 4332، 4332. هذا الرقم له أسرار برضو لا تعد ولا تحصى، لأن جملة لا إله إلا الله رقمها 4332، 4332، تمام؟ الرقم ده قلنا نقسمه على 7، ليه نقسمه على 7؟ هنقول لكم دلوقتي حالا، بس حد يجرب كده يقسمه على 7 ويشوف النتيجة يطلع كام؟ حد معاه كالكوليتر آلة حاسبة أي حاجة ويشوف رقم؟ طيب حلو قوي كده، طلع الرقم كام؟ 618، وهي النسبة الذهبية، نسبة فيبوناتشي النسبة الذهبية. تمام يا شباب؟ يبقى إذا هذا سر من أسرار الرقم 4332 اللي هو رقم علم التراصف لجملة لا إله إلا الله. إيه السر ده يا خالد؟ تمام؟ ماشي. وأيضا رقمها الأولي بيساوي كام؟ بيساوي 3. طيب كده عندنا حاجتين بيقولوا لنا ان جمله لا اله الا الله رقمها الاولي بيساوي 3. لماذا 7؟ حاضر ماشي يا صالح، اقول لك لماذا 7؟ 7 دي ليها اسرار برضو لا تعد ولا تحصى، هنعرفها بعد بالظبط يعني قول تلت ساعه 25 دقيقه هنعرفها بالظبط ان شاء الله. طيب انا عشان اثبت اي شيء
عشان اثبت اي شيء ما يكونش محض صدفه، لازم اثبته مره واثنين وثلاثه. مره ممكن يبقى صدفه، مره ثانيه ممكن يبقى صدفه، مره ثالثه لا يعني نادر ان يكون صدفه. تمام؟ يعني ايه الحاجه الثالثه اللي تثبت لنا الكلام ده؟ في عندنا حاجه اسمها ايه؟ علم حساب الجمل، او علم ايه؟ الجفر، او علم الحرف. ازاي 618 رقم الاولاني 3؟ لا يا عم جرير، احنا قسمنا الرقم 4332 على 7، ادانا النسبه الذهبيه 618. الرقم 4332 هو رقمه الاولي 3. ماشي يا عم الحاج؟ 4332 رقم الاولي 3، احنا قسمنا الرقم ده بقى على 7. ليه 7؟ هقول لك حالا دلوقتي ليه 7. تعال نشوف بس برضو ايه، انا ماشي بالترتيب، خلينا ماشي بالتسلسل عشان هوصلك كل معلومه، اي حاجه تسال فيها هتلاقي اجابتها وانا بكمل الشرح ان شاء الله. طيب بيقول في عندنا علم اسمه علم الحرف. اسمه ايه؟ علم الحرف، او علم الجفر، او علم حساب الجمل. علم الحرف او علم الجفر او علم حساب الجمل. بيقول ايه بقى العلم ده يا شباب؟ اولا ده علم موجود او اللي اكتشفه سيدنا ادريس عليه السلام. سيدنا ادريس عليه السلام هو اللي اكتشف هذا العلم، ولذلك يقال ان كلمه تدريس جايه من اسم سيدنا ادريس عليه السلام. كان بيقول ايه العلم ده؟ او بيرمز الى ايه بالظبط؟ قال لك ان كل كلمه وكل حرف يرمز له برقم. سر قوة هذه الكلمة في رقمها. سر أو قوة هذه الكلمة في رقمها. ده سر الكلمة دي نفسها في رقمها، مش في حروفها أو في مسماها اللي أنت بتسمعه أو بتشوفه، لأ. سر بتاع الكلمة في رقمها. اتعمل إيه؟ معرفة المعادلة مرة ثانية لو سمحت. معادلة إيه؟ معادلة الرقم الأولي. بتجمع الارقام، تجمع الارقام هيطلع لك الرقم 12. 12 عندها ارقام من 1 لغايه 9. 12 لازم تقول لي رقمها الاولي 2 زائد 1 بيساوي 3. ماشي؟ لسه ما عملناش معادلات لسه ولا قلنا اي حاجه في المعادلات. ليه؟ لان طبقا لعلم التناصف جمله لا اله الا الله رقمها 4332 رقمها الاولي 3. والارقام جت من فين؟ ما انا قلت لك اهو. أول حاجة عدد حروف جملة لا إله إلا الله 12 حرف، فإداني رقم الأولي 3. طبقا لعلم التناصف الرقم طلع حطينا كل كلمة عدد حروفها، فإداني رقم 4332. واضح؟ أنت لسه جاي بقى. طيب إن شاء الله بنسجل المحاضرة ونبقى نرفعها للناس اللي اتأخروا أو الناس اللي ما قدروش يدخلوا الغرفة. في أعداد مهولة يعني ما قدروش تدخل الغرفة، فإن شاء الله نرفع المحاضرة عشان الكل يستفيد. نرجع نكمل. انا بحاول اجري بسرعه عشان اوصل اكبر كم معلومات، لان احنا مرتبطين بموعد وعندنا يومين فقط لا غير، فبحاول اجري بسرعه يعني مش تفصيل. هترفعها على اليوتيوب هترفعها فين يعني؟ ماشي. طيب علم حساب الجمل او علم الحرف او علم الجفر بيقول ايه؟ بيرمز كل حرف له رقم. كل حرف له رقم. الحروف الابجديه انت عارف اللي هي ايه؟ ابجد هوز، مش الف ب ت س ج، لا الف ب ج د ه واو زين. ليش قسمنا على 7؟ هقول لك. حاضر يا عم خالد، اصبر عليا اصبر عليا. فبنقول علم الحرف او علم الجفر او علم حساب الجمل برضو ممكن تبحث عنه على الانترنت، هتلاقي في كتب وموسوعات وتقول من هنا السنه الجايه في علم الحرف ده وعلم الجفر او علم حساب الجمل. العلم ده بيقول ايه؟ بيرمز لكل حرف برقم. كل حرف بايه؟ برقم. تعال نشوف كده بيقول ايه علم الحرف ده. ثانية واحدة هرفع لكم الصورة. بيعمل ايه؟
بيرمز لكل حرف برقم، بمعنى زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الحرف ألف يرمز له برقم واحد، الحرف ب رقم اتنين، وهكذا. إذا أي كلمة، أي كلمة عبارة عن رقم، لو قلنا مثلا أي كلمة تختارها عبارة عن حروف، والحروف عبارة عن رقم. العلم ده كبير جدا، علم إحصاء الجمل ده علم كبير جدا، فبحر واسع لو قعدنا نتكلم فيه مش هنخلص يعني. بس احنا عايزين برضه ايه الجزء اللي يهمنا، في حاجه اسمها الميزان البسيط وحاجه اسمها الميزان الكبير. ايه الميزان البسيط وايه الميزان الكبير؟ يعني مثلا لو قلنا محمد، مثلا محمد مين يرمز لها رقم 4 أو 40، ماشي؟ ح فين الحاء؟ ح يرمز لها رقم 8، ده رقم كام؟ 8، ماشي؟ الميم قلنا كام؟ 40 أو 4. الميزان البسيط بنقول الرقم بدون الصفر، الميزان الكبير الرقم بالصفر. يعني ايه؟ لو قلنا محمد أو محمد هيبقى رقمها كام يا شباب؟ نشوفه مع بعض كده. عندنا ميم 4، ح 8، يبقى كده 12، ميم 4 يبقى كده 16، دال 4 يبقى الرقم يساوي كام؟ 20. 20 رقم الاولي كام؟ 2، تمام؟ طيب ده الميزان البسيط، 20 يبقى ده الميزان الايه؟ البسيط. واضح كده يا شباب؟ واضح كده يا شباب ولا ايه؟ واضح. طب تمام تمام الحمد لله، تمام خلاص كده انا متابع خلاص. طيب يبقى الميزان البسيط الرقم بدون صفر، الميزان الكبير الرقم بالصفر. يبقى رقمها الاولي كام؟ قلنا كام؟ 92. 9 و2 11 هيطلع برضو رقم كام؟ 2، ماشي كده يا شباب؟ طيب يبقى كده عرفنا الفرق بين الميزان البسيط والميزان الكبير. نيجي بقى للنقطة اللي احنا بنبحث فيها، وهي نبحث في جملة لا إله إلا الله طبقا لعلم حساب الجمل أو علم الحرف أو علم الجر. نمشي مع بعض كده، هنشوف جملة لا إله إلا الله اللام يقابلها كام؟ اللام يقابلها 3. هنشتغل على الميزان البسيط، ماشي؟ الشباب معايا؟ اللام يقابلها كام؟ 3. طيب ألف يقابلها 1، يبقى كده عندنا ايه؟ كلمة لا عندنا نكتب قدامنا كده 4، لا يقابلها الرقم 4، لام 3 والالف 1. طيب اله الف 1، لام 3، لام الهاء 5، يبقوا كام؟ 1 و3 4 و5 يساوي 9. معايا يا شباب؟ اجمعوا معايا، اجمعوا معايا، حلو كده. يبقى لا اله كده كام؟ عايزكم تشتغلوا معايا بحيث نبقى الجمع مع بعض، كاتبين ورقه وقلم كده وبنكتب على طول بحيث نبقى ماشيين مع بعض على طول. اللام لا قلنا كام؟ اللام 3 والالف 1 بيساوي 4، تمام؟ إلها الف 1، لام 3، الهاء 5، وكام؟ 9. طيب الا الف بيساوي 1، لام بيساوي 3، الف بيساوي 1، الا الف لام الف لفظ جلاله الله، الف بيساوي 1 واللام يقابلها 3، اللام الثانية يقابلها 3، والهاء يقابلها كام؟ 5. يبقى كده جملة لا إله إلا الله أرقامها كام طبقا لحساب الجمل؟ ها يساوي كام يا شباب؟ يساوي
لا اله الا الله يقابلها كام؟ 30. طيب 30 رقم الاولي كام؟ يساوي 3. اذا طبقا لعلم حساب الجمل جملة لا اله الا الله رقم الاولي 3، طبقا لعلم التناصف جملة لا اله الا الله رقم الاولي 3، طبقا لعدد حروف الكلمة نفسها بيساوي كام؟ 12 حرف، يعني الرقم الاولي بيساوي 3. اذا كده اثبتنا ان جملة لا اله الا الله رقم الاولي، سر الرقم ده ايه بقى؟ الله اعلم. احنا هنشوف دلوقتي العجب في رقم 3 ده. هنشوف العجب في رقم 3. طيب تعال نشوف، نحسب كده محمد رسول الله، احنا قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله، نحسب مع بعض كده. الميم بيساوي 4، نكتب ورقه وقلم كده، الميم بيساوي كام؟ 4. الحاء بيساوي 8. الميم بيساوي 4. الدال يساوي 4. رسول ر، فين ال ر؟ ال ر بيساوي 2. هنا 200؟ لا، هنخليها ايه؟ 2. سين بيساوي 6. الواو والرسول، الواو بيساوي كام؟ 6. اللام بيساوي 3. الله ألف بيساوي 1، اللام بيساوي 3، اللام الثانية بيساوي 3، الهاء بيساوي 5. طيب يطلع المجموع كام من الأرقام كام يا شباب؟ محمد رسول الله. ما تقوليش 49 بقى، هات لي الرقم الأولي على طول. 4. قالوا كده؟ 4، 4، لا 4 صح. محمد رسول الله يساوي 4. اجمع لي بقى كده، اجمع لي الرقم الاولي بتاع لا اله الا الله زائد محمد رسول الله، شوف الناتج يطلع كام؟ يطلع 7. لما انت قلت لي ليه تقسم على 7؟ اقول لك انها الرقم، رقم جمله لا اله الا الله محمد رسول الله، جمله التوحيد، ها؟ طبقا لعلم حساب الجمل، السر بتاع جمله لا اله الا الله محمد رسول الله، الرقم بيساوي 7. هذا سر الرقم 7. ما تجيش بقى تقول لي سر الرقم 7، عدد السماوات 7، عدد الاراضين 7، الوان الطير 7، ايام الاسبوع 7، مش عارف ايه 7. لا، ده انا جبت لك الحاجه الاقوى واكبر واعمق بمليون، بمراحل، بمراحل، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تقوليش بقى في سر رقم 7 مش عارف ايه وايه وايه وايه، لا. انا جبت لك حاجه خلاص تقتل اللي بتغنيك عن اي شيء تاني. لما اقسم على رقم 7 ليه قسمت على رقم 7؟ عشان جمله لا اله الا الله محمد رسول الله. لما انت قلت لي ليه قسمت على 7؟ طيب زي ما احنا شايفين جدول بتاع علم حساب الجمل او علم الحرف او علم الجفر، زي ما انت شايف هو حتى يعني شوف من ايام سيدنا ادريس قسم الارقام لغايه كام؟ لغايه 9، ما زودش رقم زياده، 9. ال10 هي الواحد، بعد كده المصفوفه الثانيه، يعني ال10 هي الواحد، وال20 هي الاثنين، وال30 هي الثلاثه، وال40 هي الاربعه، ال50 هي 5، وهكذا. شوف المصفوفه الثالثه ما قالش بقى ايه 90 91 92 مش عارف ايه، لا ده 100 200 300 400، يعني برضه بتقول لنفس الرقم الاولي 1 2 3 4 لغايه 9، وهنا ايضا لغايه 9، وهنا ايضا لغايه 9، حتى في الصف الاخير عملوا 1000، يعني برضه ايه الرقم 1. ده تقسيم علم الارقام او علم الحرف. لو جيت بقى اقول لك اسرار الكلام ده، يعني احنا عملنا ابحاث في حاجات كتير خالص، يعني حاجات كتير خالص بالنسبه لعلم الارقام ده، تبقى لعلم حساب الجمل ده، شفنا فيه يعني حاجات غريبه الشكل مش عارف ايه. يعني انا هديكم مثال يمكن ما حدش يعرف الكلام ده خالص، انا هقوله لكم برضه لاول مره، ما اتقالش قبل كده خالص يعني في اي مكان. انا لما جيت احسب الرقم بتاعي كل واحد ليه نصيب من اسمه، بص بقى الحته دي، لكل واحد نصيب من اسمه، مش من اسمه بقى، من رقم اسمه، لا ده رقمه، يعني الشخص ده ليه رقم، ممكن بقى يقول لك ده رقم الحظ، رقم مش عارف ايه، رقم ايه. الكلام ده يا شباب بيستخدم زي ما قلت لكم قبل كده، بيستخدم في حاجه اسمها بيستخدم في الاعمال السفليه، يعني والسحر الاسود وحاجات يعني والعياذ بالله فيها كلام كبير يعني.
فاحنا هناخد منه جزء بسيط طبعا، مش هكمل المواضيع اللي شرح فيه لغايه النهايه، لانه يستخدم زي ما قلت لك من ضمن ايه اعمال السحر والكلام ده. ادي لك مثال بسيط، ادي لك مثال بسيط. طب هقول لكم على حاجه عامه كل الناس عارفينها، وبعد كده اقول لكم على حاجه خاصه. الحاجه العامه، كنا عملنا قبل كده بحث على كان ايام الانتخابات في مصر، الانتخابات الرئاسيه في مصر، كان في الانتخابات كانت بين محمد مرسي وبين مين؟ وبين احمد شفيق. كان التصفيه النهائيه بين محمد مرسي واحمد شفيق، وعملنا الدراسات دي زمان في مجموعه كده، عملنا دراسات نشوف مين اللي ممكن ينجح في الانتخابات قبل ما تطلع النتيجه. فطلعنا رقم، بص بقى المعلومه دي برضو مهمه، اسم الشخص او رقم الشخص بيجي من اسم الشهرة بتاعه. يعني مثلا واحد يعني محمد مرسي اسمه ايه؟ محمد مش عارف، محمد مرسي مش عارف ايه، اسمه كبير خالص، لكن اسم الشهرة المتداول بين الناس اسمه ايه؟ مرسي. صح؟ مرسي. تعالى نشوف، نبحث على رقم مرسي ده ونشوفه كده. الميم 4 والر 2 يبقى كده 6. ماشي، خليك معايا بس. ميم 4 والر 2 يبقى كده 6. السين 6 يبقى كده 12. اليه كام؟ اليه كام بيساوي فين اليه؟ اليه 10 يبقى كام؟ 13. حلو كده؟ 13. احنا قلنا الرقم 13 لازم نرجع للرقم الاولي بيساوي كام؟ 4. ولكن الرقم 13 له نفس خصائص الرقم 13. تعال نشوف بقى، لما بحثنا في الكلام ده لقينا ان محمد مرسي ده لما دخل الانتخابات، لما دخل الانتخابات كان ترتيبه في القائمه رقم 13، كان اخر واحد في القائمه، ترتيبه رقم 13. قلنا ممكن تبقى صدفه، ممكن تبقى صدفه. لما شفنا نتيجه الانتخابات لقيناه جاب كم صوت؟ جاب 13 مليون صوت. 13 مليون صوت يعني 13 مليون صوت. دي ممكن تبقى صدفه ثانيه، ممكن تبقى صدفة ثانية، يعني اسمه رقمه 13، له نصيب بالاسم بقى، رقمه نحت بقى الله أعلم 13 ده إيه بالظبط، عمل فيه إيه، المهم تعال نشوف بقى الرقم ده عمل معاه إيه. كان ترتيبه في القائمة رقم 13، جاب 13 مليون صوت. فاز بالانتخابات سنة 2013، واتعزل سنة 2013، قصدي قعد 13 شهر في الحكم، قعد 13 شهر في الحكم، يعني هو بالظبط مسك الحكم يوم 30/6. ماشي، يوم 30/6 اللي بعده كان المفروض يعني يتشال، لا هو ما شالش يوم 30/6، دخل في الشهر ال 13، يعني هو مسك الحكم 13 شهر بالظبط، 13 شهر بالظبط. كل ده صدفه؟ مش يعني مش عارف، ممكن تبقى صدفه الله اعلم، ولكن هذا له نصيب في اسمه. حاجه ثانيه، احنا قلنا رقم 13 ده يا شباب له نفس خصائص رقم كام؟ رقم 4. رقم 4 تبص تلاقي كل المؤيدين لمرسي يرفع لك بصابع ايديه 4، يعني علامه ايه؟ رابعه، علامه رابعه. تمام، بالرغم ايه؟ ان الراجل ده لما اتعزل، الراجل ده لما اتعزل ايه اللي حصل؟ الناس راحوا اعتصموا، اعتصموا فين؟ اعتصموا فين؟ اعتصموا في رابعه؟ لا ده هم اعتصموا في رابعه وفي النهضه وفي اكتر من مكان، اعتصموا في اكتر من مكان، بالرغم ان ميدان النهضه ده اكبر من ميدان رابعه بكتير، ولكن اسمه ارتبط برابعه. الناس كده ارتبطت برابعه وهم ما يعرفوش ايه السبب، هم ما يعرفوش ايه السبب، ولكن له هذا الشخص له نصيب من اسمه الرقم 4، تلاقيهم رافعين رقم 4. حاجات كتير يعني، حاجات كتير لما قعدنا نبحث فيها شفنا حاجات يعني ايه، حاجات غريبه. المهم، فلما جيت ابحث في الرقم، طب مش مهم، خلينا في الايه، في الحاجه العامه دي احسن، عشان ما ندخلش في متاهات ثانيه ونكبر المواضيع. احنا عرفنا بس ان ايه، علم حساب الجون ده علم لا يستهان به، علم لا يستهان به، وبيستخدم لما الناس استخدموا هذا العلم، وخصوصا الناس اللي هم الشيعه طبقا لعلم كتاب سيدنا علي، هم اكتر ناس بيهتموا بالكلام ده، علم الجفر وعلم الحرف. ليه سموه جفر؟ لان هو معكوس كلمه القران. يعني ايه؟ مش مهم، مش مهم الخاص، مش مهم، مش مهم.
اصل مش هتصدقها، مش هتصدقها يعني، لو قلت لك مش هتصدقها. ف بديك الحاجه العامه، لو قلت لك الحاجه الخاصه انت ما تعرفش ايه ايه بالنسبه لنا، ايه اللي حصل واللي ما حصلش. لكن خلينا في الحاجه العامه، الناس كلها ما حدش يقدر ينكرها، الناس ما حدش يقدر ينكر حاجه عامه، دي حاجه عامه ما حدش، كل الناس شافتها وايقنتها. هتقول لي ايه؟ طب انا اسمي كذا ورقمي كذا، ايه افهم منه ايه؟ هتقول رقمي كذا، اقول لك الرقم ده بقى متعلق، ممكن رقم حظ، ممكن رقم نحس، ممكن يوم. يعني انا اديكم مثال في ايام معينه، والله 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 يعني لو قلتلك، لو دخلت اي صفقه تكسب، اي صفقه تكسب، وايام معينه او ارقام معينه، لو دخلت اي صفقه تخسر. ففي ناس ما بتصدقش في الكلام ده وما بتعتقدش في الكلام ده. ما علينا، خلينا احنا في الحاجات الملموسه افضل. ماشي؟ فالناس دي خدوا هذا العلم، خدوا هذا العلم. بس خلينا بس عشان نكمل الشرح اللي يفيدنا بقى يا عم محمد، شوف حاجات تهمنا وتفيدنا اكتر من حاجات الخاصه. طيب خلينا في المفيد. خدوا هذا العلم، كانوا عم يبحثوا فيه في ايه بقى بالظبط؟ عايزين يبحثوا في بواطن الكلمات. قال لك ان القران مش بالكلمات بتاعته او مش بالجمل بتاعته، لا ده بالبواطن الكلمات. يعني ايه بواطن الكلمات؟ قال لك ان معكوس الكلمه هو سر الكلمه نفسها. يعني ايه؟ يعني جيب جمله او جيب كلمه وبعد كده شوف رقمها، حلو؟ والرقم ده يعكسه يطلع له كلمه ثانيه، الكلمه دي هي سر الكلمه الاصليه. بمعنى ايه؟ كلمة القرآن، القرآن لو جيت تشوفها، كلمة القرآن، أنا مش عايز أضيع لكم فيها وقت، بس نشوف كلمة القرآن رقمها يطلع كام؟ 382. لو جيت تشوفها هتلاقي رقمها 382. اكتب كده 382 وبعد كده اعكس الأرقام دي، خليها 283. لو جيت تشوف كلمة أو رقم 283 هتلاقيه كلمة يقابل كلمة الجفر، يعني القرآن يقابلها جفر. حلو؟ فبناء على هذا الكلام سموه علم الجفر. برضه كانوا بيبحثوا بالكلام ده في ايه؟ بيبحثوا بالكلام، عايزين يوصلوا لاسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم موجود أكيد في القرآن. فعايزين هم يوصلوا لاسم الله الأعظم. فوصلوا لبعض الآيات، وصلوا لبعض الايات لقوا فيها انها فيها حاجه غريبه او فيها سحر او فيها سر غريب خالص. تعال نشوفها مع بعض كده، تعال نشوفها مع بعض، نمسح بقى الكلام ده عشان يكتبها قدامنا. لقوا في بعض الايات ايه مثلا زي ايه؟ ربك فكبر. عايزين يوصلوا لايه؟ لباطن الكلمات وباطن الايات وباطن الجمل اللي موجوده في القران والكلمات اللي موجوده في القران. فلما جت جمله او ايه ربك فكبر عشان يطلعوا الرقم بتاعها، ثم يعكسوا هذا الرقم يطلع لهم الايه؟ باطن هذه الكلمه. فلو هو ايه؟ اعكس كده معايا ربك فكبر، اعكس يعني هات اخر حرف، خلي اول حرف، اخر حرف الراء اهو، الحرف اللي بعده باء، الحرف اللي بعده كاف، الحرف اللي بعده فاء. ماشي؟ هنكتبها تاني اهو، ر ب، انا ماشي بالعكس اهو، كاف ف. ماشي؟ حط اللي بعد الحرف اللي بعده كاف باء ر، هتلاقي ربك فكبر عكسها برضه ربك فكبر، هتلاقي نفس الكلمه ما هي معكوسها، هي نفس هتدي لك نفس الرقم. فده من اعجاز الكلمات اللي موجوده في القران. برضه عندك ايه كل في فلك، كل في فلك، اعكسها كده، هتعكسها تلاقي برضه ايه؟ كل في فلك. تمام؟ ده من بواطن الكلمات او اسرار الايات اللي موجوده في القران. طبعا دي اسرار لا تعد ولا تحصى، لو قعدنا بقول لك سنين نبحث فيها مش هنوصل لمنتهاها.
كل ده بيبحثوا عايزين يوصلوا لاسم الله الاعظم، فوجدوا في الاخر او توصلوا في الاخر ان اسم الله الاعظم احتمال كبير جدا يكون هو لا اله الا الله. وزي ما احنا قلنا ان لا اله الا الله هي سر الكون كله، بني على لا اله الا الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. تمام؟ يبقى حياتنا كلها مبنية أو معمولة كلها عشان خاطر نعبد إله واحد أحد لا شريك له. طيب نيجي نكمل جزء تاني. أنا بحاول أمشي بسرعة عشان إيه ما نضيعش وقت، ونحاول نوصل لأكبر كمية استفادة من هذا الكلام. طيب نيجي بعد كده لأسرار جملة لا إله إلا الله. قلنا الرقم كام؟ الرقم كام يا شباب؟ الرقم 3. رقم 3 ده من اسرار هذا الرقم، انك لو ضربته في اي رقم يخطر في بالك لن يخرج عن منظومه معينه. ايه هي المنظومه دي؟ وانت قاعد كده جرب حضرتك اضرب 3 في اي رقم يخطر في بالك. اللي هيكتب اول رقم اضربه يعني 3 ضرب كذا، اي حد يكتب اول رقم 54 خلاص، ايه 4 خلاص، قلنا اول رقم خلاص 3 في 54 يساوي كام يا شباب؟ 3 في 54 بيساوي كام؟ يساوي كام؟ 3 في 54 الناتج يساوي 162. رقمها الاولي كام؟ رقمها الاولي يساوي 9. حلو كده؟ ركز بقى معايا. رقم 3 لما ضربناه في 54، اخونا اختار رقم 54 فضربناه في 3 في 54 ده رقم الناتج 162، رقمه الاولي 9. طيب بنزود 1 على 54، بنزود 1 على 54 يبقى 55. 3 في 55 بكام؟ 3 في 55 الناتج يساوي كام؟ يساوي 165. رقمه الاولي كام؟ يساوي 3. حلو كده؟ هتزود واحد كمان على احنا قلنا اول حاجه 54، ثاني رقم 55، ثالث رقم 56. اضرب 3 في 56 الناتج يساوي كام؟ 3 في 56 الناتج يساوي كام؟ 168. رقم الاولي كام؟ هيساوي 6. جرب تضرب الرقم 3. لا صوت كويس بقى يا عم حفني، صوت كويس، صوت عندكم كويس يا شباب؟ مش انا طولت عليكم خالص والمحاضره طولت زياده عن اللازم في حاجات احنا لسه ما عملناش. لا حول ولا قوه الا بالله. مشكله في الضغط السيرفر ده مشكله. طيب نقول بسرعه الجزء الاخير ده عشان نبدا نكمل بكره ان شاء الله. احنا عطلناكم وتاخرنا خالص على المواعيد بتاع السحور خلاص يعني يا باشا. بنقول يا شباب الرقم 3 لو ضربته في اي رقم يخطر في بالك لن يخرج عن هذه المنظومه 3 6 9. 3 6 9 انا عايز ايه بقى من المنظومه دي؟ انا عايز من المنظومه دي حاجتين فقط لا غير، بدايه الدوره رقم 3 ماشي، ونهايه الدوره الرقم 9. بدايه الدوره احنا اتفقنا ان اي رقم لو 3 في 1 3 في 1 بيساوي 3، 3 في 2 بيساوي 6، 3 في 3 بيساوي 9. طب 3 في 4 ب 12 رقمها الاولي 3، 3 في 5 ب 15، 5 في 1 6، 3 في 6 ب 18 9. قال لي كده ماشي بالتدريج 3 6 9 3 6 9. اذا هذه دوره رقميه، دوره ارقام. الرقم 3 البدايه دوره، منتصف الدوره 6، ونهايه الدوره الرقم 9. يعني ايه نهايه الدوره؟ ده اللي انا عايزه، اهم شيء عندي نهايه الدوره. بداية الدورة أنا ممكن ما أقدرش أحسبها. لو أنت جيت تشوفها كده، لو أنت شايف عندك موجة البحر، موجة البحر بدايتها فين؟ عينيك مش هتقدر تجيبها، تجيب آخرها. بداية الموجة نفسها، البحر أمواج، موجة جاية لك أهي، بدايتها فين؟ أنت ما تقدرش، عقلك ما يستوعبش بداية الدورة أو بداية الموجة منين بالظبط. لكن بتيجي توصل النهاية بتاعتها، النهاية بتاعتها بتشوفها. خلاص، أنت عايز نهاية الدورة. نهاية الدورة الصاعدة عندنا الاسعار او الارقام، الاسعار عباره عن ارقام، نفس الكلام. السعر اللي هو عباره عن رقم، طالما هو رقم يخضع لقوانين قوانين وحسابات علم الارقام، ما يقدرش يخرج عنها. اي سعر في التاريخ، يعني اي سعر في التاريخ، ولو شفنا يعني حتى جابوا عمله جديده، عمله رقميه اسمها البيتكوين،
عمله يعني فجر الدنيا والاخره في العمله دي. يعني ايه؟ ما تقوليش بقى ولا مجنون ولا مش عارف باوند ين ولا باوند نيوزيلندي ولا 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 اي شيء. لسه كنت بشرحها مع بعض الاصدقاء من كام يوم. تخضع لقوانين علم الارقام ما نقدرش تحيد عنها. نهايه الدوره الصاعده يبقى هبوط. حطينا معاد الهبوط راحت جايه ايه؟ انعكست وانهارت. هي في دوره هبوط، امتى هتخلص الدوره؟ بنعرفها بالرقم 9. نعرف ازاي الكلام ده كله؟ ده ان شاء الله موضوع محاضره غدا ان شاء الله. الرقم 9 هو نهايه الدوره. متى ما عرفنا نهايه الدوره الصاعده يبقى اللي جاي هبوط. دوره هابطه يبقى اللي جايه صعود وهكذا. انا باخد نهايه الدوره الصاعده وادخل بيع او اعكس الاتجاه، نهايه الدوره الهابطه بدخل شراء او اعكس الاتجاه وهكذا. وده اللي بيفيدنا في المجال بتاعنا. مش عايزين نتطرق لامور اخرى ومواضيع كبيره ملهاش يعني اول ولا اخر، احنا عايزين حاجه اللي تفيدنا في شغلنا بس مش اكتر من كده. طيب نقول شكرا لكم. معلش نعتذر عن الانقطاع المتكرر ده بسبب ضغط الغرفه. يعني بصراحه ما فيش عمري ما عملت كورس بالعدد ده، فيعني اعذرونا. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، فمش عارف بقى حسب الظروف العدد هيبقى نفس النظام كده هتبقى فيه مشكله ولا ايه النظام. انا احاول بقى ادخل على اكتر من جهاز، يعني اظبط اكتر من جهاز ادخل عليه. 10 بتوقيت السعوديه، 12 ونص يا عم بتوقيت القاهره، يعني 1 ونص بتوقيت السعوديه. ده ايه ده وقت اصلا؟ انت عارف المواعيد في رمضان ضايعه خالص. احنا بنحاول، ده وعد انا وعدته يعني، فلازم التزم بيه انه يكون في يومين كده نفتح الامور للناس كلها، الناس تبدا تشتغل وتعرف الدنيا ماشيه ازاي، بدل ما هي قاعده اللي قاعد منتظر توصيه من حد او منتظر واحد يتعطف عليه ويقول له مش عارف ايه. لا حضرتك دلوقتي انا بديك المفاتيح والحاجات هتجربها وتشوفها تلاقيها ما في اي سوق، اسهم شغاله، عملات شغاله، ذهب، فضه. انا بقول للشباب انا ما بحضرش شرطات ولا بحضر ازواج. اي زوج يخطر في بالك على اي فريم انت تقول لي كذا كذا ونحلله طبقا للقواعد والحاجات اللي شرحناها، وبفضل الله بيلتزم بيها. طيب يا شباب نقول بس الجمله الاخيره. زي ما اتفقنا قلنا الطريقه اللي ممكن ان تخطئ، ولكن الخطا ممكن يجي مني من كذا من كذا من كذا. والدليل بقول لك ايه اللي اتعلم الطريقه ممكن، وكتير امثله كتير يعني تلاميذ او ناس اتعلموا الطريقه وبقوا كويسين فيها بفضل الله. ممكن يجي توصيه او يدي يكون شايف اتجاه معين او قاع معين او قمه معينه بيحسب من عندها، هو تجيب الهدف بتاعه وتضرب عند الاسلوب. انا عندي